اذا تنظن ما غاديش نطول في توضيح الاهميه ديال الخريطه بالنسبه للجغرافيين هو الهدف الاهمي ربما التفيد واحد الدراسه قام بها علماء النفس الافريقي وتوصلوا الى ان 50% هو ان الانسان يعمل بما يعادل 85% بمساعدة الإبصار، يعني أن كل ما يدركه الإنسان تيكون ليه واحد الصورة في الذهن ديالو باش يدلو يعقل عليها من أجل تذكره فيما بعد، من أجل الاستيعاب في الأول ثم التذكر ديالو فيما بعد 50% ثم 10% عن طريق السمع، وملي تيسمع أيضا شي حاجة تيدير واحد يخلق صورة في ذهنه من أجل الاستيعاب ومن أجل التذكر فيما بعد. يمكن أن نأخذ واحد مجموعة من الأمثلة في هذا المجال، أن مثلا الجنة والنار كل منا يكون له صورة في ذهنه، مثلا نسمع طاولة منذ الاستيعاب نكون صورة في ذهننا، عندما نسمع طاولة نستذكر تلك الصورة، واش قصيرة طويلة قريطة المهم لا يهم، ما كان الأيام ديال حتى الأيام ديال الأسبوع والشهور ديال السنة كل منا يكون لها صور حتى يتمكن من تذكرها. مثلا الشهور ديال السنة بالنسبة لي عندي واحد القيمة أنا هي دجنبير، واحدة أخرى هي يوليوز، وبالتالي من كل شهر كنمشي مباشرة لديك الصورة اللي عندي الذهنية، وتن يوليو مثلا ولا ماي ولا شي حاجه كنمشي ديك السنه اللي عندي في الدين ونعرف الشهر اللي قبل الشهر اللي بعد، دير هذا كله يؤكد تبقى عفوا 5% هي من اجل الضوء والشم الى اخره. من هنا يبين هذا البحث قام به علماء النفس الباقي اهميه الخريطه، يعني اهميه الصوره عندما اقول الصوره الخريطه ولا رسم مباني ولا صوره اقمار اصطناعيه صوره جيولوجيه صوره كما هو معروف. إذن هنا كثير من العلماء ديال الاقتصاد، علماء ديال الاجتماع، المؤرخون بدأوا يجرحون هم أيضا إلى استعمال الخريطة لأهميتها، لأنها تعمل على تركيز المعطيات، وتنعرفوا بأن الخريطة بصفة عامة هي التعليم، هي الخلاصة ديال الظاهرة أو مجموعة من الظواهر، كتكون من الظواهر كتكون تركيبية، وبالتالي فهي تساعد على تركيز المعطيات، وتساعد أيضا على التركيز ديالها، ثم يعني الاستيعاب، ثم التركيز، ثم التذكر فيما بعد. إذا واحد الظاهرة معينة تنصحوا بذيك الخريطة، ويمكننا نتكلم واحد المجموعة ديال العناصر المرتبطة بتلك الظاهرة. النقطة الثانية، يجب أولا وقبل كل شيء، قبل رسم أو نبدأ في رسم الخريطة، يجب أن نعرف لمن نرسم هذه الخريطة. هل نرسمها للأطفال؟ نرسمها خريطة سياحية؟ أو أنها خريطة أكاديمية؟ إذا كان الخريطة بالنسبة للأطفال بطبيعة الحال لها شروط للإنجاز ديالها، يمكن استعمال بعض الرموز التي لا نستعملها في الخرائط الأكاديمية مثل الطائرة، البقرة، السيارة إلى آخره، كل ما يمكن أن يجذبه أكثر نستعمله في هذه الخرائط، وهي خرائط مبسطة أو أنها خرائط سياحية للعموم، عموم السياح، ماشي خرائط أكاديمية، ماشي بحث أكاديمي حول السياحة، للسياحة يمكن نمروا في الأوتوبيس بطريق السيارة بحث السرعة ديال 140 كيلومتر في الساعة ولا 120، ثم تنشوفوا واحد يما فرشي تايم واحد هذا بحال هذا من طونت إلى آخره، تنحي له بأن وراه هنا كاين مخيم ولا كاين ريستورون ولا كاين إلى آخره، ولا أوتيل ولا كاين هناك بعض الرموز المخصصة أيضا لهذا الخرائط السياحية لبغون بوبليك. إذا خرائط أكاديمية اللي هي في الحقيقة اللي هي تتهمنا بالدرجة الأولى. إذن على أي قبل أن نرسم الخريطة يجب أن نعرف لمن نرسم هذه الخريطة. النقطة الثالثة،
وهي أساسية أيضا. قلما نطرح مجموعة من التساؤلات قبل رسم الخريطة، أولا يجب أن نضع واحد مجموعة من الأسئلة. ما الهدف من رسم هذه الخريطة؟ ما هي الخطابات التي نريد تمريرها من خلال هذه الخريطة؟ فالخريطة كما يقول جاك ليفي تدافع دائما عن وجهة نظر معينة. جاك ليفي يقول بأن الخريطة دائما تدافع عن وجهة نظر معينة. إذا على أي قبل وضع الخريطة خصنا نطرحوا مجموعة من التساؤلات. ما هو الهدف من 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 من, من الرسم ديالها؟ ماذا نريد أن نبين من خلالها؟ ما هي الخطابات والرسائل التي أريد تمريرها من خلال هذه الخريطة؟ وقلما نجد الباحثين توضعوا هذا النوع ديال التساؤلات. تيجي عندي الخريطة ديالك صافي تيصوب. ولكن هذه المحطة تنظن محطة أساسية وضرورية باش يمكن لنا هذاك الخريطة اللي غادي يرافق هذاك النص يكون عندها معنى ويكون واحد النوع ديال التكامل ما بين الخريطة وما بين النص. إذا ما هي المعطيات والمعلومات التي يجب إبرازها في الخريطة حتى تكون منسجمة مع النص التي يرافقها؟ لأن في بعض الأحيان تنوجد الخريطة فوات والنص تيهضر على حاجة أخرى. ففي بعض الأحيان تنصادفوا هذه الخريطة بشكل المضمون ديالها بشكل ولكن النص تهضر على حاجة أخرى لا علاقة ما بين النص وما بين الخريطة، في حين أن الخريطة نعرف بأنه مكملة للنص. يمكن واحد يلقى واحد 30 صفحة 20 صفحة 25 صفحة ويستوعبها بعد الأفكار، وصعيب أنه يرسخها في الذهن ديالو. ولكن عندما نتوجها بخريطة أو بخرائط تساعد على ترسيخ هذه الأفكار الرئيسية التي قرأها في هذا النص. فالخريطة بهذا الشكل تبرز ما ليس قابلا للاكتشاف بشكل مباشر من خلال النص، ما تسمحش انه الواحد يوصفه، ولكن الخريطة تظهر إذن بشكل مباشر من النص او ما يصعب استيعابه وفهمه من خلاله من خلال النص. كاين بعض الاشياء اللي تصعب الاستيعاب ديالها لقيناها، ولكن الخريطة تساعدنا بشكل كبير على استيعاب هذه الأشياء وهذه العناصر وترسيخها وتذكرها فيما بعد. هذا يجرنا إلى الحديث عن وظائف الخريطة. ما هي الوظائف التي تقوم بها الخريطة؟ باختصار لها وظيفتين. الوظيفة الأولى بالنسبة للباحث، والوظيفة الثانية بالنسبة للقارئ أو المتلقي. الوظيفة الأولى بالنسبة للباحث كما قلت سابقا بسرعة أنني عندما أقوم بتحرير طروحة ديالتي مثل النص فصل عفوا فصل أو جزء، وعندي مجموعة من المعطيات الإحصائية، يجب أولا وقبل كل شيء أن أقوم بإنجاز برسم هذه الخرائط، أو على الأقل من خلال التحرير كلما تطرقت إلى عنصر من العناصر التي يحتويها مثلا فصل معين، وعندي مجموعة من المعطيات القابلة لترجمتها إلى خريطة، إذا يجب أن أنجز تلك الخريطة قبل التحرير. أنه إلى مدى نجح القضية شنو تكون عندنا؟ تكون عندنا عبارة عن وصف ممل ولا نذهب إلى عمق الأشياء، بينما الخريطة تساعد أو على تحليل والتفسير ديال الظواهر، لأنه نطرح مجموعة من التساؤلات على هذه الخريطة. لماذا هذه الظاهرة؟ مثلا نأخذ الكثافة السكانية، لماذا هذه الكثافة السكانية موجودة يعني مرتفعة في الشمال الغربي للمجال الذي أنا أدرسه، وهي منخفضة في الجنوب الشرقي مثلا؟ أنا تنقل أمثلة فقط. إذا تنطرح التساؤل تخصني أجيب البحث عن الأسباب
وعلى العوامل التي ادت الى ان تكون مرتفعه هنا وان تكون منخفضه هنا. ربما مرتفعه هنا نظرا مثلا التربه، جوده التربه، ربما تساقطات مهمه في هذا المجال، ربما لعوامل واسباب اخرى. بينما في الجنوب الشرقي مثلا والجنوب الغربي نجد بان التربه ضعيفه، ولا ربما كان ينخد كالكار. على اي نبحث عن الاسباب التي ادت بكثافه السكانيه في هذا المجال تكون ضعيفه، وربما ان عوامل الاستيطان غير متوفره بشكل كبير، مما يؤدي الى ان تكون هناك هجره مثلا قرويه نحو المناطق، لان امكانيه خلق مناصب الشغل غير متوفره. على اي خصنا نقلبوا على العوامل والاسباب، اما اقتصاديه اما طبيعيه اما هذا غير. بمجرد ما اننا نطرحوا هذا التساؤل يؤدي بنا الى اننا نبحث في الجوانب الطبيعيه والجوانب الاقتصاديه والبشريه وغيرها، وهذا يؤدي بنا الى نوع من التفسير. ها احنا وصفناها هي ضعيفه ولا مرتفعه، ولكن علاش؟ لماذا؟ لانهم هنا بطبيعه الحال هذا البحث عن الاسباب والعوامل بطبيعه الحال يؤدي بنا الى تفسير وتحليل هذه الظواهر. ثم الوظيفه الثانيه التي يقوم بها الخارج بالنسبه للمتلقي او للقارئ، فهي تعينه على استيعاب ما قراه في النص. يمكن يقرا لك 30 صفحه ولا 40 صفحه ويلا تيحقق على شي شويه، حتى الترسيخ لما قراه يصعب عليه. ولكن بدا تموج بعد خريطه او بعد مجموعه ديال الخرائط، كما قلت نعرف بان الخريطه هي التعليم، وبالتالي والاحتفاظ بما هو اساسي، وبالتالي يساعده ذلك على ترسيخ تلك المعطيات وكل وعلى الاقل هنا اذا الخرائط هنا يؤدي بين الامر الى النقطه الخامسه، وهي التواصل. يعني هذا الباحث الذي سينجز هذه الخريطه مرغم على ان يكون مقيد بمجموعه من الشروط لانجاز الخريطه. وهنا سندخل بطبيعه الحال ما يسمى بسيمبولوجية الألوان والرموز. بالتالي إذا ما كانش هذا الخطاب معروف وموحد ويتفاهم به واضع الخريطة والقارئ، بطبيعة الحال يصعب على هذه الخريطة أن تؤدي وظيفة التي من أجلها رسمت. وهنا ندخل كما قلت إلى ما يسمى بسيمولوجية الألوان، وهذا يمكن بوحدو خصو واحد 4 سوايع ولا أكثر. هذا بوحدو سيمولوجية الألوان الأساسي، السيمولوجي غرافي كنظن تسمعوا به ديال بيختار اللي هو عفوا السيمولوجي غرافي اللي هو لبيب الديكارتوغراف فرونسي. كل الذين ألفوا كتب حول الكارتوغرافي في فرنسا ضروري أنهم يرجعوا لهذا المرجع، لأنه هو اللي هو هذا بحث بمثابة الدكتوراه الدولي، لكن الحقيقة هو اللي أسس الكارتوغرافية في المدرسة الفرنسية. إذا تيخصنا سيمولوجية الألوان، يجب أيضا أن نوليها اهتماما مهما. هناك تعرفون بأن هناك الألوان الحارة والألوان الباردة. الالوان الحاره كما قلت لكم الناس ديال كليه العلوم وغيرهم مجهدين في هذا المجال ديال الكارتوغرافي، ولكن ملي تقول لهم شنو الالوان الحاره انا قالت لي واحد تلاقيت مع شي اساتذه في الانغول كنت مور لي واحد موظف قلت لهم الالوان الحاره البريده بدا تيمشي فيهم. جي بوزي كيستيون للكونديدا قلت له سيدي ما سمعناش الالوان الحاره والالوان البارده، انهما تيهتموا بالجانب التقني بالجانب الاحصائي، ولكن ما تيقولوش تديروا خرائط في خرائط خاطئه، وغادي نشوفوا فيما بعد اذا استعملنا هذوك دوك كارتوغراف يعني
التحكم تقنيا بطبيعة الحال يكفي. زين الألوان الحارة والألوان الباردة. الألوان الحارة يمكن نبتدئ بالبنفسجي، كان أحمر في الحقيقة، أحمر البنفسجي من بعد البنفسجي، ولكن يمتلئ غير لأنه صعب شوية واحد يحس عليه. البنفسجي ثم الأحمر ثم البرتقالي ثم الأصفر، هذا هو تسلسل ديال الألوان الحارة. وهذا التسلسل يعني الإنسان يدرك الألوان في هذا التسلسل، يعني في واحد المدة بطبيعة الحال لحظة قصيرة مثل واحد الأيام البنفسجي والأحمر والبرتقالي والأصفر سأدرك بصفة عامة، سأدرك البنفسجي هو الأول في المرحلة الثانية الأحمر ثم البرتقالي ثم يقولش لي راه كاين واحد الصفر براق وهذا راه دغيا تمشي ليه عين قبل ما تمشي للبنفسجي، ولكن بصفة عامة هناك دراسات كثيرة في هذا المجال. وبالتالي بما أن عندنا هذا إدراك الإنسان لهذه الألوان بهذا التسلسل، إذا يجب تخصيص الألوان التي تدركها العين في المرتبة الأولى للظواهر المهمة كثيفة الأساسية، والألوان التي تدرك في الدرجة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة للظواهر بطبيعة الحال الأقل أهمية والأقل كثافة. مثلا ناخذ كمثال الكثافة السكانية، الكثافة السكانية مثلا عندنا أكثر من 1000 ثم ما بين 500 و 1000 ثم ما بين 250 و 500 ثم ما بين 100 و 250 وما أقل من 100. باش نعقلوا على هذا غادي نوصلوا بالنسبة للفئات. إذا طريقة من الناحية الشكلية طريقة وضع الحدود ديال الفئات. إذا من الطبيعي أنني أخصص اللون البنفسجي الذي تدركه العين في المرتبة الأولى بأكثر من 1000 نسمة مثلا في الكيلومتر المربع ولا في الهكتار، هذا طبيعي. وهكذا دوينك ما بين 500 و 1000 اللون الأحمر، ما بين 250 و 500 اللون البرتقالي إلى آخره. إذا هذا اللي خصني نقول. بعض الأحيان نخرج عن القاعدة، ولكن ربما الزمن إلى عندنا مثلا واحد الظاهرة هي ضعيفة يمكن نخصو لها مثلا اللون الأصفر، ولكن نظرا لأنني أريد أن أنبه القارئ إليها أكثر من غيرها تنعكس الآية، تنعطيها اللون البنفسجي، لأن أنا بغيت من القارئ أنه يشوف الشيء، ولكن من خصني تكون غير احصائيه نوعيه وتغير نوعي. بغيت انا نشوف هذا الشيء، ما بغيتش نشوف داك الشيء الاخر. ثم الالوان البارده هي الاخضر، عفوا الازرق والازرق، ثم الاخضر ثم الاصفر. تقول لي قلت لي الصفر فيهم جوج، اذا الازرق الاخضر الأصفر، ولا بغينا نديروهم كلهم مرة واحدة، تنديرو حتى هنا أيضا كاين الأزرق البنفسجي، ماهيش ما بين الأزرق البنفسجي، لكن نبداو غير بالأزرق. هنا أيضا يمكن إذا بغينا نجمعهم كاملين، عندنا البنفسجي، عندنا الأحمر، عندنا الأزرق، عندنا الأخضر، عندنا البرتقالي، عد الأصفر. والأصفر بما أنه موجود فيهم جوج، يجب من المستحسن انه نخصو الظواهر اللي نوتر فيها صفر، ما هو ايجابي ما هو سلبي، لانه في بعض الاحيان تنوجدو بانه ما كاينش تحكم في سيميولوجيه الالوان، تنوجدو بانه تنختاروا الالوان كيف ما اتفق، تنلقاو مثلا كثافه سكانيه مرتفعه اعطيه اللون الاصفر، والكثافه السكانيه اللي قلنا مثلا قل من 100 اعطيها اللون الاحمر ولا اللون البنفسجي. كاين واحد النوع ديال الخلط ديال هاد الالوان اللي كاينش، وبعض المرات تلقاه تيخلط الالوان الزرقاء البارده عفوا الحاره وهذا ما تعطيش الخريطه، يعني تنصعبوا الامر على القارئ والمتلقي. وبالتالي من الاحسن انه اذا كنديروا مثلا خارج الكثافه السكانيه
احسن نخدموا الالوان البارده، نستعملوا فقط الالوان الحاره بالتسلسل ديال 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 الاهميه ديالها. من الاحسن ما نخلطوهمش، لانه ما كاينش قواعد في الحقيقه في الكارتوغرافيا. يمكن بعض الخرائط الطبيعيه، وانا غير فتح حلقه وصل بعض الخرائط الطبيعيه، كاين هناك اتفاق حول استعمال بعض الالوان ومعروف على المستوى العالمي، ايضا حتى بعض الرموز. مثلا الى خدينا اللون كما قلت لكم من قبل، اللون الازرق يستعملوا للمياه الراكده ولا الجاريه، وهذا معروف على المستوى العالمي. حتى الاقمار الاصطناعيه اكدت ايضا هذا الشيء ديال التخمير تدبيري نحو البحار وهذا اللون بانه لون ازرق. اذا من الضروري انه نخصوا المياه الراكده او الجاريه، ولا يسمح بتاتا انه نخصوا شي حاجه اخرى. ثم اللون الاخضر للغطاء النباتي سواء كان طبيعي او غير طبيعي، وتنستعمل اللون ديال الاخضر كما جرى بعد اللون سلاب ديال اللون الاخضر وما يسمى كام دي كولور. الى عندنا مثلا في واحد الخريطه عندنا غابات كثيفه، نستعمل اللون الاخضر قاتل الداكن، مثلا الاحراش اللون الاخضر الفاتح، ثم مثلا المجال الاخضر الاصطناعي يمكن نستعمل اللون الاخضر اكثر يكون فاتح اكثر. اذا يجب بالضروره انه تقيل لهذا، والا بطبيعه الحال سنخرج عن 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 القاعده. ثم ايضا بالنسبه للخرائط الطبيعيه، هناك بعض كل ما يتعلق بالتكوينات المرتبطه مثلا بالمياه الجاريه من ناحيه الجيومورفولوجيا يستعملوا اللون الاخضر، وكل ما يتعلق بالتكوينات مثلا البحريه نستعملوا اللون الازرق. اذا هذا معروف من ناحيه المورفولوجيا. ثم ايضا بالنسبه للرموز، الرموز مثلا انواع التربه معروفه، كان مثلا متخصص مثلا في الجغرافيا الطبيعيه تعطيه مثلا خريطه مكتوبه بالشينويه طبعاً لا يفقه شيئا في اللغه الصينيه، ولكن عندما يرى تلك الرموز يعرف مضمون الخريطه ويعرف ماذا تمثل تلك الخريطه، لانه هناك اتفاق على المستوى العالمي، ولكن ماشي كل شيء. بينما في الخرائط الطبيعيه ليس هناك اتفاق بتاتا حول استعمال الالوان لظواهر معينه، بل كل واحد يستعمل الالوان حسب، ولكن مع مراعاه الاهميه ديال الظاهر، يعني نراعي ادراك الالوان يكون مناسب لاهميه ديال الظاهر، هذا الشيء اللي قلنا قبل. اذا كانت الظاهره مهمه اعطيو اللون البنفسجي، ولكن اذا كانت ظواهر اخرى نوعيه مثلا انواع الصناعات، الصناعه الكيميائيه واحد يعطيها اللون الاخضر، الصناعات الميكانيكيه ديال القواعد يعطيها اللون الازرق الى اخره. ليس هناك اتفاق في كثير من الخرائط وفي جل الخرائط البشريه حول استعمال بعض الالوان لتمثيل ظواهر معينه، ولكن من الاحسن ايضا انه استحضار معدل المنطق في اختيار الالوان لتتناسب مع نوعيه الظاهره التي نمثلها. مثلا نرجع للصناعه، من الاحسن انه تكون صناعه كيماويه او كيميائيه، نستعملوا اللون لا واحد النوع ديال المنطق نستحضروه، من الاحسن اللون احمر. اذا نقولوا صناعه كيميائيه او كيماويه معناه هي واحد النوع ديال الخطوره، واللون الذي يشير الى الخطوره هو اللون الاحمر، من الاحسن نستعمل اللون الاحمر. مثلا عندما نقول الصناعات الغذائيه نستعمل اللون الاخضر، لان عندها علاقه بالطبيعه. اذا حد ما امكن الى ممكن نقوم واحد الرابط، واحد العلاقه منطقيه ما بين استعمال الالوان الظاهره التي نمثلها في العالم بحال تلقى الضوء الاحمر معناه خطوره، معنى الوقوف. الضوء الاصفر او البرتقالي يعني الاستعداد، يعني ترقب، كاين شي حاجه خصك واحد اللي تبان مزيان. ثم اللون الاخضر معناه واحد النوع ديال الامن وديال الامان، وهذا معروف على المستوى العالمي.
ثم عندنا واحد المجموعه ديال الرموز على سبيل الخاصه، واحد المجموعه ديال الرموز مثلا بحال القنينه فيه واحد جمجمه، كتلقى واحد القنينه مرسوم فيها الجمجمه معنا خطا سم. اذا حتى الخرائط المتميز حتى هي متصله لهذا النوع ديال هذا، لكن بطبيعه الحال من الصعب جدا. مثلا في بعض الدول مثل الشفيق تيحرق الفروج شي ثلاث مرات ولا حتى اربعه، تيدي شي بنت كتاب سيكاتري يقول لي انت احمق. انا بالنسبه لي حط الفروج معناها قتل روحك، لا بالنسبه لهم حط الفروج قتل روحك. اذا تيخصو اذا تكرر عند المساله معناها عنده شي حاجه في دماغه، ماشي هي هذه. لو كنت تلقوا هذا الشيء للمغرب كلنا غادي نمشيو. كما قلت يمكن فقط ومنكم تفاعلوا الى كان شي اسئله. استاذ بالنسبه للحلفه، صهوب الحلفه، مجموعه من الخرائط تلقاو كتمثل باللون الاصفر، صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. من خلال ان قلتي انه كتمثل بالديغراديسيون تاع لومان. كما قلت لك ما كاينش شي لون خاص مثلا بالحلفه، ممكن تمثليه كما انه بالنسبه للقمح ولا هذا كتمثلو باللون الاصفر، يمكن تمثل بهذا. ولكن اذا ما كاينش انه الحلفه شنو هي الحلفه معناها؟ الحلفه واحد الرمز ديال منطقه جاف وشبه جاف، ماشي قاحل هذا، ولكن جاف وشبه جاف. واللون الذي يناسب هذه المنطقه الجافه او شبه جافه هو اللون الاصفر. من تدير اخضر تيوحي للقارئ ان هذه المنطقه فيها الخضوره وفيها التساقطات هذا غير، ولكن يمكن الواحد يستعمل، ولكن من الاحسن انا في نظري نستعمل اللون. دائما استحضار المنطق في اختيار الالوان عندما تكون هناك العوامل المتحكمه في الظاهره. نعم العوامل المتحكمه في الظاهره بطبيعه الحال. اذا بعض الاخطاء الشائعه كما قلت انا قد تنتج تساقطات باللون الاحمر، ماشي غير في الخرائط، حتى في الليبيانات. عندما نقوم برسم الليبيان ديال التساقطات بالضروره خصنا نديرو بالازرق، ما يمكنش نديرو بشي لون اخر. الا كون كان هذا نجيب لكم بزاف ديال الاطروحات فيهم كل شيء اللون الاحمر. الحراره ايضا تتلقى العكس، يستعملوا فيها اللون الازرق وما يمكنش. إذن هذه بعض الأمثلة. الغابة أيضا تتلقى اللون الأزرق أو اللون الأحمر. ناقش الطرح اللي فيها الغابات اللون الأحمر، ما يمكنش. إذن هذا الخروج إذا يجب التقيد بهذه الأشياء وبهذه القوانين. أستاذ كاين واحد الملاحظة بالنسبة كيطرح مشكل، يعني إذا كانت عندنا يعني أصناف عديدة ديال غطاء النبات غابة واحدة، يعني هنا فين كيكون الباحث يعني في واحد المشاكل، يعني واش احيانا يعني ممكن الاستجواب الاحمر يعني اللي تيبين مثلا نوع ديال غطاء نبات معين. لا على حسب. ولا النوع ديال الاشجار معين. على حسب، واش انت بغيت تبين انواع ديال الاشجار، ولا بغيت تبين الكثافه ديال الاشجار. الا بغيت تبين الكثافه بغيت تستعمل الالوان تيخص اللون الاخضر، سلم ديال اللون الاخضر. الا بغيت تستعمل الا كاين نوع هنا يمكن نرجعو مثلا للرموز المساحيه، وبالتالي ان مثلا بعض المناطق يمكن نلقاو غابات اصطناعيه، يعني احترام ديال المسافه ما بين الشجره والشجره، وبالتالي هناك انواع كثيره ديال الغابات، ولكن من حيث الكثافه نفسها. اذا هنا الا بغيتي نمثلوها مثلا بالرموز المساحيه، هنا يكون الاتجاه ديال هذا الرموز مختلف حسب النوع، ولكن الكثافه تكون واحده. لا تكون واحده نفس الكثافه، في حين ان هذا النوع ديال هذا تكون شويه صعيبه، لانه مائل لليمين ولا لليسار ولا فوقي ولا عمودي ولا هذا، صعيب شويه الواحد يعني يعرف الاهميه ديال الظاهره فين كاينه من الاخر، ديال تشد بالرغم انه هو في الفيديو تاعك تيبان لك كاين اللي مائل الى اليمين مائل الى اليسار وفوقي عمودي، ولكن ملي كتشوف الخريطه
تدري داكشي تقريبا تيتشاف كلشي كلشي بحال هي الحسبة حسب اهميه الخرائط اللي ممكنش لي نحصر العدد الكبير ديال الخرائط اللي يمكن الواحد يستعملها ويرسمها. واش كاين شي معايير عالميه ديال الالوان؟ انا قلت لك الالوان راه الظاهره اللي كانت مهمه تنعرفوها الاهميه ديال الادراك ديال الانسان للون. هذا معروف على المستوى العالمي ما يمكنش الواحد يخرج منها. حسب اهميه الظاهره حسب الادراك ديال اللون. الظاهره مهمه نعطيو اللون بنفس الشيء. ما يمكنش ظاهره ضعيفه تعطيها اللون الاصفر. عفوا الظاهره ضعيفه تعطيها اللون البنفسجي وظاهره مهمه تعطيها اللون الاصفر مثلا لا يستقيم. بالنسبه للكولور شود نعم الكولور شود الكولور شود الالوان الحاره الالوان الحاره يعني الظواهر السلبيه ولا الايجابيه هنا ايضا نشوف بالنسبه ايضا بعض الخرائط مثلا اللي نضطر الى استعمال الالوان الايجابيه الالوان الحمراء والالوان البارده مثلا نعطي واحد المثال نسبه التزايد السنوي ديال السكان حسب الجماعات المحليه والترابيه دابا في اقليم معين وبالتالي غادي تلقى جماعات تتعرف واحد نسبه التزايد سلبي واحد الجماعات نسبه التزايد ايجابي وتندير التفيه هنا وتصريف تندير التصريف هنا اذا هنا بالضروره الضروره بين قوسين يعني ما تنبغيش نحسن لانه في الحقيقه ما كاينش ديغاني ستريكت من الاحسن انه كل ما هو حار كل ما هو ايجابي نعطيه اللون الحار نعطيه اللون الاحمر مثلا ما نعطيهوش الالوان الحاره كلشي البنفسجي الاحمر البرتقالي لا نعطيه لون واحد وكل ما هو سلبي نعطيه اللون بارد نعطيه اللون الازرق مثلا وما يؤكد هذا الى خدينا الخرائط الطبوغرافيه نجد بان خطوط السويه على اليابسه ستكون باللون احمر وفي البحر ازرق يكون باللون الازرق اذا كل ما هو ايجابي نعطيه لون حار وكل ما هو سلبي لون بارد من المستحسن يكون باللون الازرق علاش لانه الانسان عندما والقارئ والمتلقي عندما ينظر الى هذه الخريطه من المفتاح يعرف مسبقا بان كل ما هو غام دي كولور او سلم اللون الاحمر راه خاص بالنسب او بالايجابي كل ما هو ايجابي وكل ما هو ازرق خاص بالسلبي اذا من الاول تيكون واحد الفكره عامه على الخريطه هل الجماعات الموجوده في الشرق كلها عندها تزايد ايجابي والموجوده في الغرب عندها تزايد جلها عندها تزايد سلبي تيكون واحد الفكره إذا بغيت تدرج في الصرف هذه الفكره ديال الايجابي والسلبي وبالتالي هذا الشرق او الغربي اللي فيه ايجابي تنشوف بانه بعض الاماكن فيها ايجابي اكثر يعني نسبه التزايد مرتفعه سنويه مرتفعه بينما بعض الاماكن الاخرى سميتو اقل يعني ايجابي ولكنها اقل هنا تنسالوا ايضا علاش هنا سلبي وهنا ايجابي وعلاش هنا داخل المجال الايجابي نجدوا ان مناطق فيها نسبه تزايد مرتفعه واماكن اخرى فيها نسبه تزايد سنوي منخفضه وش ثم نفس الشيء بالنسبه للاماكن والجهه الشرقيه مثلا اللي فيها تزايد سلبي لماذا؟ واش هنا كما نرجع لذاك الشيء اللي قلت من قبل واش هنا فرص الشغل غير مواتيه واش راجعه الى عوامل طبيعيه التربه والتساقطات وغيرها لماذا؟ ان هذا المجال ما تيقبضش السكان ديالو يعني نسبه التزايد الطبيعي راه مرتفعه ولكن الناس داك الشيء اللي تيخرج اكثر من هذاك الشيء اللي تيتزاد منطقه طارده للسكان بينما الاخرى لا جانبا للسكان وعلى الاقل اللي تيتزادوا تيبقوا في نفس المكان لانه سبل العيش متوفر اكثر من المنطقه الاخرى اذا هنا ايضا من الضروري تلقى بزاف ديال الكارتوغرافيين اللي يحون
انهم استعملوا الالوان الحاريه ما هو جديد في الالوان البارده ما هو سلبي، ولكن من الاحسن ما نديروش بزاف ديال الالوان، نديرو لون واحد وهو اللون الاحمر، ونديرو لون ازرق بالنسبه للسلبي. استاذ بالنسبه لوضعيه تطور المساحه الزراعيه في مجال معين، تلقاو مجال شبه معادي ما فيش مساحه زراعيه، كتبدا تظهر من عشرات الهكتارات تقدر تولي الاف الهكتارات، وهذاك ما يمكنش يكون عنده طبيعه الحال، والتاثير فيه هو سلبي على الحشره المائيه، تكون استنزاف كبير، الموضوع عنده خطوره، يعني الالوان اللي يمكن نعطيها باش لون واحد ولا ناخذ في كل فتره زمنيه مثلا 10 سنوات نشوفوا كل فتره حجم التزايد ونعطيه لون كيتماشى مع الكمية ديال المساحة أو لا نجمع هنا تمثيل المناسب هنا عاود هذيك الفترات اللي كتقسمها خصها تكون متقابلة فيها واحد النوع ديال المنطق، وماشي بالضرورة أنك تقيد باللون الأخضر، ماشي بالضرورة يمكن دير لون بنفسجي يمكن هذا غير هذا الاختيار لهذه الحالة. أنت شنو هي الفترة اللي بغيتي تبينها أكثر؟ بغيت يشوف القارة أكثر ما يشوف المناطق الأخرى أو الفترات الأخرى، شنو هي بغيتي الفترة؟ بغيتي مثلا بغيت بالنسبة ليا هذه أنها عندها علاقة بالاقتصاد ولا بشي حاجة معينة وبغيتي تبينها أكثر، يمكن دير واحد اليوم اللي تدرك العين اللي هو مثلا بنفسجي ولا الأحمر، لأن هنا ما كاينش واحد النوع ديال كما قلت لكم في الخرائط البشري بالخصوص جغرافية ثابتة يا ولد تجي هادي راه معنا راه لا، انا دائما تنقول خصنا نصحبوا المنطق اكثر ما يمكن من اجل انهم نوصلوا الخرائط المناسبه. بغض النظر على لكم واحد الشكل اخر في الخرائط كنلقاو بعض النوع ديال الخرائط كنخدموهم وكيكون فيهم تدرج انحداري، واخا تكون ظاهره اخرى تدرج انحداري يعني انحداري تكون تضغط واضح وتكون واحد اللون اللي هو باهي وكنبدل فوق منه الظاهره المدروسه مثلا غطاء نباتي ولا غطاء يعني واش عندك الوضعيه صحيحه ديال ذاك الخلفيه تكون ولا ما تكونش ديال التضغط، يعني معناها ماشي هي غير مستهدفه في الموضوع. شو اذا ما غير مستهدفه ما كاينش على حسب انت شنو بغيتي تبين، واش هذاك الانحدار عنده علاقه بذاك المنتوج اللي تيكون اللي هو تيأثر في ذاك الانحدار ولا التعرية ولا آخره، ولا ما بغيتيش دير العلاقة، إذا ما كاينش علاقة قلت لك دير عادي ما كاين لا انحدار ولا دير بين والو. إذا هنا داك الشيء اللي قلت لكم في الأول خصنا نعرفوا شنو هو الهدف من الخريطة وشنو بغينا نمروا من الخطابات اللي بغينا نمروا من خلال الخريطة، وكأي عنصر تندخلوه معناتها ندخلوه من أجل هدف معين، مثلا الانحدار عنده علاقه، وبعض الاحيان راه ماشي بالضروره ايضا انه يمكن خريطه مثلا فيه جوج متغيرات ولا ثلاثه، ولكن في بعض الاحيان تلقى متغير مع علاقه بمتغير اخر، هذا غير 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 مفيد. دائما الا بغينا نديرو واحد الخريطه فيه متغير ولا جوج ولا ثلاثه دائما خص تكون واحد النوع ديال العلاقه ما بين هذه المتغيرات ديال التاثير او التاثر، والا ما كاين علاش. ثم اذا هنا وحيت لي واحد الفكره اخرى وهي انه الناس اللي كيديروا تقطيع مثلا مجاني اداري الى بغيتو تلقى مثلا تهتم بواحد المنطقه معينه وعندو الجماعات وبالتالي كيدير لها شي واحد الخطر عندو الحرب داكشي ديال الاداره اللي ما تيعرفوش، ملي تستعملوا كثره الالوان في بعض الاحيان راه يسيل الى الخريطه اكثر مما عندي تقطيع ما ندير لا الوان لا والو، ما ندير عطيني نمشي للمفتاح ندير ما عرفت شي لون باش نبين بان هذيك راه جماعه كذا، عندي المجال من الخريطه عندي المجال في نفس سميتها صافي، خلي داكشي اللي ما تاكلوش عن الاداره كان تيديو هادشي عندهم البابيوس يعني عندهم الفلوس بزاف عندهم مطابع تيتعاملوا معها من هذا وتيهتموا بالزواق اكثر من هذا، ولكن الخريطه الاكاديميه ما خصهاش نهتموا بالزواق الا ما كانش نافع في بعض الاحيان تكون مضر اكثر من تكون نافع، تشوفوا مثلا الجهات ولا العمالات ولا هذا تيدير لك مثلا الا بغينا نمشي للعمالات كدو 70 عماله تيدير لك كل عمل عندها لون لان الجسم
راه يقول له كل ليطاب اللي هو عمل يمكن يعطيها له وتعطيه في المفتاح. اذا انا الليله بغيت نعرف هذيك العملات خصني نقلب على داك 72 لون نقلب شنو هو علاش انا ما نمشيش كاع ندير داخلها داك لي زيتيكيت الى رسمتها ندير لي زيتيكيت طق يكتب لي الاسم ديالها مباشره ومبدا ما عنده بس تنظن من احسن تجنب هذا النوع حتى ما كان بالنسبه كثيرة بزاف ايضا لي بيانات وهذا تلقى لي بيانات والخلفية دول يدوي في واحد لون في بعض هذا اللون بعض الأخوات اللون الأحمر والأخضر القاتل تيتعرى على ما تيبينش قاعد خلني شي مهم خلي قلل تحت ذاك هذا يمكن ندير ليه لون سينو هذا نخليه باش يكون فيزيبل يمكن الواحد يعرف بالضبط باش يتحدد هذاك الميديان. إذا هنا ما غاديش نتحدث على المطغيات البصريه اللون الشكل الحجم الى اخره هنا كاينش الوقت مسؤول خرائط التيارات تلقى كل خرائط تاع التيارات قلت لها الهجره كل واحد كاين بدل اللون الشكل كاين اللون الازرق كاين اللون البني انا هو اللون الصحيح كيفاش التيارات بغيت دير الاول ما كاينش واحد اللون اللي هو ضروري خصو يكون ازرق ولا اخضر ولا هذا لا خاطرش باش هذيك اللي قلت لك غير شنو بغيتي تبين حتى دوك لي فلاش هذوك لي فلاش راه كاين بزاف لي فلاش اللي تتلقاها في الوسط في الديبار رقيقه وفي الوسط غليظه وفي النهايه رقيقه انا غير سهله خلينا مع داك الشيء هذا يمكن نديروه لواحد الطاقم الخارج ديالو الطاقم ولا شي حاجه ماشي مشكل ولكن السهم كيخصو يكون واحد وحتى داك الراس ديالو راه الا مشيتي للكتب ديال الكارتوغرافيا حتى داك السهم داك الراس خصو يكون عنده دلاله ما خصوش يكون عبقري كبير بزاف ما خصوش يكون الى اخره لازم هنا تحسب الظاهره ديالو شحال هي والنوعيه لان السوق ديال السهم تيختلف اللي كان عندك الدور اللي تيتغير تيتغير الا كان مثلا واحد تيمشي عند الدبا ولا شي واحد باش يتغير حيت السوق ديالو اللهم مثلا الا بغينا نديرو عدد السياح مثلا عدد المسافرين المتنقلين مثلا عبر القطار في المغرب طبعا الحال المنظم اللي غادي نخرجوا غادي يكون واحد السهم كبير تنوصلوا للرباط طبعا الحال ديال الخروج من الرباط غادي يدق شي شويه تنوصلوا للقنطره غادي يدق شي شويه غادي نوصلوا لسيدي القاسم عاوتاني شي ان شاء الله نجاو شي غادي نمشي لفاس عاوتاني غادي يدق هنا نتلاقى معاهم ولكن الا كانت نفس الديبارك نفس الكيفيه كيجيو هكا معناه كيخصو لا كميه يخص يكون نفس مثلا عندي نقول 6 الدار البيضاء الهجرة نحو الدار البيضاء 6 الدار البيضاء اتجاه الدار البيضاء عندي مكان 25 وهذاك ما ولا 5000 ما يوافق هذيك 5000 من حيث النسبية والتناسب هو مثلا 2 مليمتر إذا داك السهم غادي يكون 2 مليمتر من السطح حتى للدار البيضاء ماشي يتغير من برشيد الدار البيضاء يمكن يكون اكبر ولا اصغر اذا هنا قلت لي هنا غادي نفتح عاود واحد هذا ديال بزاف ديال الطرق السياره النوع دي هنا ما كاينش واحد اللون خاص هنا هنا ايضا الا كانت نوعيه انا واحد لابيليتاسيون كنت في الحقيقه بغيت نسكاني هذاك الشيء كامل ونجيبو ولكن قلت لهم ما ندير التحسيس احسن اشنو دار عنده الطريق السيار دار ليه نقاط متقاربه في المجال ديالي من تنقول نقاط متقاربه معناها بحال واحد المشروع يعني بحال مشروع من تنقول تقاطع ديال واحد الرمز في الخريطه معناه بحال مشروع والطرق الاخرى
الوطنيه الجهويه الاقليميه المحليه عطاها نفس السم وعطاها الوان مختلفه تلقاها الازرق نفس السم وهذا غير صحيح انه حتى هذه المرية فيها الاهميه طريق السياره الطرق اما باللون الاحمر والبرتقالي الاحمر الذكي ويختلف السوق ديالها يمكن مثلا طريق السيارة نديروا واحد الخط ونوصلوا واحد الخط اخر ما كاين من هنا ومن هنا تيبين الاهميه ديال السوق ديال الخط خصو يكون كبير ثم تنمشيو للطريق الوطنيه تكون اقل ثم الطريق الجهوية تكون اقل ثم الطريق الاقليمية اقل ثم الطريق المحلية اقل متقطع ولكن هذه ديال انه ندير ادوار مختلفه لهذه الشبكه الطرقيه اللي كاينه في المغرب لا هذا اللي ينتج هذا دار لون اخضر ولون ازرق ولون احمر برتقالي ما عرفت شنو ولهم نفس السمك وهذا طبعا حتى منطقيا ماشي صحيح دار تندير لون واحد ولكن يختلف السمك حسب اهميه من ناحيه النوع ديال هذا المتغير الذي نمثله ثم هنا واحد العنصر ايضا اساسي ومهم هو معالجه المعطيات الاحصائيه راه مثلا بحال شي من جهه الاول راه يمكن نديرو فيها بزاف ديال الاحتياج مثلا الامثله ديال الزلاجة مثلا في العالم يمكن نقسموا العالم الى مناطق تعرف الزلاجة بالقطرة ومناطق تعرف الزلاجة بشكل متوسط مناطق تعرف الزلاجة بشكل اقل مناطق لا تعرف الزلاجة اذا كيف يمكن تنتهي هذه الخريطة مثلا باش نعمل لون هذه المناطق؟ الزلاجة؟ اللون الاحمر اذا ما هو يعني اللون الذي له عقب الذي له علاقة بالخطر هو اللون الاحمر يمكن نديرو شي لون اخر التي لا تعرف الزلازل بالمرة يمكن نخليوها اللون الأبيض لون أبيض ولكن إذا كانت قيلة يمكن نديرو اللون الأخضر الذي يحيي بالأمن والأمان بأنه المنطقة ما فيهاش نهائيا هنا أيضا الكارتوغرافي يلحون على تجنب لونين اللون الأسود تجنبوه لا يمكن اللون الأسود اللهم الى عندنا واحد المناطق صغيره يمكننا نديرو لها اللون الاسود ولكن الى عندنا واحد المساحات كبيره داخل الخريطه نتجنب استعمال اللون الاسود لانه لون غير جميل تفقد الجماليه للخريطه جربوها غير هما انتوما واحد المنطقه فيها واحد المنطقه كبيره في اللون الاسود تبان لكم ديك الخريطه ماشي هي هذه وتجنب ايضا استعمال اللون الابيض لان استعمال اللون الابيض في الخريطه بالرغم انه غير موجود الظاهره ماشي بالرغم انه يعني ضعيفه الوجود مثلا كثافه السكان اقل من 10 سنوات في كيلومتر مربع ونخليهم باللون الابيض ولكن ذلك يعطي ايحاء للمتلقي والقارئ بان هذه البلاصه فما فيها ورد اذا اللون تجنب اللون الاسود لانه ما تعطيش معنى الجماليه وتجنب اللون الابيض لانه يوحي بان تلك المنطقه ما فيهاش الظاهره بحيث انه يمكن تكون فيها اذا السادسا العنصر السادس الاخر المهم جدا وهي معالجه المعطيات الاحصائيه علاش غادي نركز شويه على هذا العنصر لانه كثير من الطلبه تلجوا الى طريقه عشوائيه لاختيار مثلا الفئات إذا على أي معالجة المعطيات الإحصائية فيها يمكن تشوفوا مثلا الرموز المتناسبة مثلا غادي نمثل
المدن المغربية حسب الإحصاء، أو عدد سكان المدن المغربية حسب الإحصاء 2014. نقول ما مدينة كذا بدا فيها 3 مليون وهذا غادي نعطيها 2 سنتيمتر، الرباط فيها كذا غادي نعطيها 1، هذا غادي نعطيها الشعاع ديال الدائرة باش غادي نبدلها، هذه كذا غادي نعطيها ماشي بهذا الشيء، ماشي بهذا الشيء، هناك قاعدة اللي هي هذه المعادلة هي اللي كاينة في هذا لوجيسيل دو كارتوغرافي ديال لابارتوار كجيش وغيرها، نفسها غير في المبنى. الأرقام معينة وهنا تكون الطريقة العادية تكون بالمعادلة شنانية باش تلقاو رموز متناسبة. بغيت ديرو مثلا تمثلو المدن المغربية، دابا فكرو بالطريقة اليدوية من بعد نرجعو لها. بغيت تمثلو المدن المغربية، عندكم خريطة، عندهم عدد السكان 2014، بغيت تمثلوهم بالدوائر، شنو غديرو؟ وهنا تيخص مثلا نقولو لي ستيل بروبورسيونيل، كاين تترجمها بنسبي تناسبية، يعني أن هناك تناسب ما بين أهمية السكان وأهمية مساحة الدائرة. إذا كان عدد طبعا عدد السكان كبير، مساحة الدائرة كبيرة، كان عدد السكان الشعاع ولا نقص لي الشعاع هذا، كيفاش يمكن نشوفوا أعلى أعلى عدد الساكنة، أعلى عدد الساكنة وشفتوا المساحة اللي عندنا دارنا لوغاريتمية كثير هذا البرنامج، خلينا ما نديروهاش طريقة ثلاثية الشد، خليه يدوية كاطري، يعني القيمة الدنيا على القيمة القصوى على يعني في الشعاع المرجعي. هي اخبري اللي هي المدينة التي نبحث لها على شعاعها، تقال اف فوا غاسين كاري دو بتي تان سو غاسين كاري دو غون تان، و هاد اف هو هنا خدينا المثال ديال المدن المغربية، هي المدينة التي نبحث لها عن شعاعها، اللي هي يعني الشعاع اللي غادي نعطيوه لأكبر مدينة هي الدار البيضاء. إذن هنا كنختاروا الشكل العشوائي تيماتي، مثلا نقولوا غادي نعطيو هاد 3 سنتيمترات الدار البيضاء، ولكن هاد 3 سنتيمترات ماشي نختاروها غير بشكل عشوائي، ولكن كاين لي كونديسيون بأخذ بعين الاعتبار مقياس الخريطة وأصغر هذا الدوني اللي عندنا المعطى اللي عندنا ماشي يمكننا نمثلوه ولا نمثلوش، ولكن بالخصوص مقياس الخريطة بطبيعة الحال خرائط الأقطار السلمية كبيرة بطبيعة الحال نختاروا الشعاع كبير، خرائط صغيرة بطبيعة الحال مقياس صغير خصنا نختاروا واحد الشعاع يكون ضعيف يكون قليل. ثم ابتداءً هي المدينة التي نبحث لها عن شعاعها مثلا معطى الستار، ثم غرونتن هي عدد سكان ديال المدينة الكبيرة اللي هي الدار البيضاء، وبالتالي كل هذا الاتحاد يكون بروبورسيونيل، هذه هي المعادله اللي تنستعملوا. وبالتالي غادي نديروا 3، غادي نشوفوا غاسل كار ديال السكان ديال مدينه سطات مثلا نضربوه في 3 ونقسموه على غاسل كار ديال السكان ديال مدينه الدار البيضاء، وغتعطينا واحد 0.5 ولا سنتيمتر، يعني 5 مليمترات ممكن غير بحال هذا جوج شيماتيز وصافي. ضروري انهم تقيدوا بهذا في لي زوطغ لوجيسيال شنو تيعطيك واحد بار ديفو واحد هذا تختار مثلا تعطيك واحد الرقم كاين يعطيك مثلا 32 نقطة فوق تعطيك مثلا 32 ولا 36 ولا شي حاجة من هذا القبيل، نفس الشيء بالنسبة للأخريج بالنسبة تقريبا للوجيسيال كامل، ولكن راه هو الحقيقة معتمدين على هذه المعادلة، تعطيك ذاك الرقم وانت تشوف فيها جوست يمكن تعطيك تقول لي اعطيني اناليز تيماتيك تعطيك هذا، ومن بعد تشوف واش كاين واحد النوع ديال
للتداخل ديال الدوائر ولا لا؟ إذا كان تداخل كبير معناه خاصك تنقص من هاد الشعاع، معناه هاد 2 و3 من اختارتي خاصك تنقص فيها، يعني بمعنى أنهم نقصوا لهذا الشعاع، يمكن دير مثلا 24، عاوتاني كتشوف واش واش تشوف النتيجة واش هي هذيك ولا ماشي هي. في بعض الأحيان ميمكنش لنا نقصوا هذا إلى ما لا نهاية، أو هكذا سنتيمتر إلى ما لا نهاية، بطبيعة الحال إلى بغينا أنه هذه الدوائر ما خصهاش نتلاقاو نهائيا، يمكن يخرج لنا واحد التنتين ما تعطينا فيه حتى تلقى فيه شي نبوه ديال الدوائر، وكثير من الدوائر الأخرى تلقى عبارة عن نقاط وبالتالي ما تعطينا حتى حاجة. إذا راه كاين واحد المقياس إلا بغيتو اللي هو نعني بها الثلاثة، راه كاين واحد المستوى ما خصهاش نزلو منه، وبالتالي هنا تنوضعو إلى لقينا بأنه واحد باقيين تيتدخلو دوك الدوائر، هنا تنلجؤو إلى مثلا حتى الأورديناتور واحد تيديرها، وتاني كاين دائرة كبيرة، تنشوفو بأن الدائرة الصغيرة تتاكل من الدائرة الكبيرة، يمكن تكون وحدة هنا، تكون ليها واحد الدائرة أخرى مثلا هما هادو، يمكن حتى هاد القضية ما غير ممكنة. لذلك تنديرو ما يسمى بأن كارتون، تنديرو أن كارتون تنخرجوه خارج الخريطة في الجانب ديالها، ولكن هذا الكارتون يلا الله تنكبرو المقياس ديال الخريطة، المقياس اللي تنكبرو، ولكن ماشي ذاك هذا اللي خدينا في الأول اللي هو 3 متر سنتي، ذاك الحلقة تنحتفظو به لا هنا ولا هنا بحال بحال، إذا تنديرو أن كارتون تنديرو واحد النافذة تنكبرو مركز ديال الخريطة، مثلا المسافة في الخريطة الأولى ما بين برشيد مثلا والدربدة مثلا جوج سنتيمترات، ولكن ملي كبرنا المقياس ولا مثلا 6 و 8 ديال السنتيمترات، إذا هذوك الدوائر مابقاش غادي يتلاقاو، ولكن الخريطة الأصلية تيخصنا نكلو فيه هذوك الدوائر بالرغم أنهم تيتلاقاو بيناتهم بزاف. لانه تيقول لك لا كارتو كاع خا كارتون رومبلاس جامي لا كارت انيسيال، ما عمر داك لو كارتون داك النافذه اللي درنا ما عمرها تكون مقام الخريطه الاصليه، لان دائما نمدو التداخل ديالها عاد نفترضوا بانه هذه الخريطه عاد نديرو هذا الكارتون هكا عاد نخرجو تنكبرو هنا مقياس الخريطه عاد تيجينا مثلا بهذا الشكل. كاين بعض الاخطاء اللي تيمشي لك داك لو كارتون مثلا الخريطة هي هاديك، و تا دير خطو الكارتون لي تيدير إما تيخليه باللون الأبيض ولا تيدير لو كارتون هكدا و تيدير فيه عاد تيخرج و تيدير هذا غير صحيح، لأنه يوحي للقارئ أنه الظاهرة غير موجودة هنا بالرغم أنه دارها في ديك النافذة، وهنا يوحي بأنه هاد المجال فيه مثل فيه دائرة أخرى وهي غير موجوده في المفتاح، في حين انه راه غير بغى يبين بان هذه البلاصه راه نافذه، وبالتالي الصحيحه هي هذه، ان هذو ماشي صحاح. نمثلوه في الخريطه الاصليه التداخل ديال الدوائر والتجمد ديالها، ولكن النافذه ذاك الكارتون ونكبروا المساحه ديال الخريطه وعاد نمثلوها. شي واحد اللي عنده شي ديما يتعقد إذن تحسن هذيك تتمثل على جوج بلاصات؟ نعم تتمثل على جوج بلاصات داخل الخريطة الأصلية وخارجها. تما فين كاين التداخل؟ نعم مثلا درنا الخريطة ديال عكاظة ديال المغرب غادي نلقاو مثلا الدار البيضاء حداها سطات المحمدية برشيد سموم أزمور الجديدة يمكن حتى الشرفات كلها دخلت بناتها. شكرا دخلت بناتها. إذن كنكون مضطرين نديرو داك الكارتون. المعالجة ديال المعطيات الأخرى هي نسبة التزايد السنوي. بعض الأحيان تضطروا أنكم مثلا تعملوا على حي معين على جماعة معينة، ولكن ما عندكمش نسبة التزايد السنوي. الحمد لله الآن دابا معهد سميتو حسن من دوبيا السلامية تختات
كتعطي داكشي ديال الاحصاءات كتعطيها بنسب التزايد السنوي، ولكن من القرار ما كايناش. انا عقدت كنت في واحد الجبال كنت على كندير الدكتور السيكتات ولقيت هذوك النسب ما عرفتش كيفاش داروا ليهم منين جابوهم، ما عيت من القلب ما عرفتش ما كاينش اللي يقول لي. التجأت لواحد صديق الله يرحمه الله مات، كان خريج ديال المدرسه المحمديه المهندس، قلت له عافاك راه كاين هاد السكان ها طون السكان في واحد التاريخ هو كيفاش لقاو هاد النسبه هادي خدم بها ما عرفتش كيفاش لقاوها. فعلا نضرب معاه شي نص نهار، هذا يعني مهندس ديال الدوله، نضرب معاه نص نهار باش وراني بدا تشرح ليا الموشين مونديال. قلت له جو سوي با ماتيماتيسيان جو سوري جامي، انا بغيت تقول لي غير كيفاش ندير نلقى ريزولتا. انه تعرفوا بانه في الجغرافيا هذا نستعلي بكثير من العلوم وما يهمنا هي النتائج ديالها، ماشي هذا ندير هذا الكارتوغرافي نقول هذا ونقول لك كيفاش داير لي هذا شفتو الا كان ديزونتيفيك. قلت له ودي كنت عرفت انه ما غاديش نجي ما تلقاش في هذا وغادي نمشي تلقاني في كل العلوم ونمشي. اذا ما يهمنا انه في بعض الاحيان نضطروا الى معرفه هذه الطريقه ديال كيفاش نستخرجوا هذه النسب التزايد السنوي اللي غير متاحه غير متوفره، وبالتالي اللي خصنا نعرفوها. والاهميه ديالها ايضا تكون في عندما نتحدث عن النمو ديال المعينه لا نستعمل فقط الارقام الاحصائيات مجرده، لانه غير مفيد بالخصوص اذا كان المقارنات. وبالتالي نضطر لاستعمال نسبه التزايد العام او بالخصوص نسبه التزايد السنوي. انما تقول لي مدينه الدار البيضاء، نعطيكم مثال جوزافي هكا، الدار البيضاء مثلا ما بين 2004 و 2014 زادت 300 اكثر من 300000 نسمه. انا عطيت شي واحد الرقم تقريبي ماشي هو الدار باش ما تسجلوش عليه. بينما مثلا واحد بوسكوره ولا شي جماعه 3 مليون ولا شي حاجه راه تزاد 7000 مثلا. ما تقولش لي تزاد بزاف الدار البيضاء، اللي اعتمدتي على الارقام مجرد الدار البيضاء تزاد بزاف، تزاد 300000 تما غير 7000. في حال ان الحقيقه ماشي هي هذه، خصنا نعتمدوا على نسب التزايد السنوي. وبالتالي غادي نلقاو بانه التملي اللي تزادت راه ماشي 7000 راه غادي يكون اكثر شويه، اللي زادت غير ب 7000 راه في الحقيقه تزاد ب 7% سنويا، بينما الدار البيضاء يلاه تزادت ب 1%. شفتوا الفرق؟ اذا الديناميه ما تعبرش عليها الارقام المجرده، تعبر عليها نسبه التزايد السنوي. وبالتالي هناك نوعين، كاين نسبة التزايد العام، إذا نسبة التزايد العام اللي هي بي إن موان بي زيرو، شي راه ساهلة ما نعرفوش، بي إن موان بي زيرو سور بي زيرو ملتبلي بار سو، ما بين مثلا واحد المدة معينة 2004 و 2014 مثلا. إذا ناخذ عدد السكان في بي إن اللي هي بوبولاسيون فلادات إن اللي هي الخا، ناقص لا بوبولاسيون فلادات زيرو اللي هو لو ديبار اللي هو 2004 على عدد السكان في 2004 مضروب في 100، تعطينا واحد نسبة نسبة مئوية معينة. نفترضوا بأنه عطاتنا 25%، افترضوا عطاتنا 25%، البعض يعتقد بأنه نقسموا هاد 25% على 10، عندنا 10 سنوات، تلقوا نسبة التزايد السنوي. خطأ، ماشي صحيح، دائما تنوجدوا الفرق ديال 0.2، 0.3، 0.4، ولا يمكن الاستهانة بتاتا بهذا الرقم ضعيف. لا، إذا الطريقة المعادلة ديال نسبة التزايد السنوي هي راسين انيان دو بي ان سور بي زيرو موانز ان موانز ان تما ملتيبلي بار سو، من بعد اللي هي تساوي بي ان سور بي زيرو على بويسونس ان سور ان موازن. هاد بي ان هي عدد السكان في 2014،
ديال مدينه معينه ولا حي ولا جماعه ولا اللي بغيتو في 2014 وبي زيرو عدد السكان في 2004. دابا هذه غير باش لان هذه صعيبه ترجمنا لهذا على واحد على ان هي لا ديوري هي 10 سنين هي 2014 ناقص 2004 هي 10 اللي غتخرج لكم سبع سنين واحد تنظر إذن هذه واحد على 10 هذه عدد السكان ديال المدينه ولا الحي ولا الغام ولا الاقليم ولا اللي بغيتو في 2014 بي زيرو في 2004 على بويسونس 1 سور 1 موانز 1 يعني تنديرو بي ان وقسمو عدد السكان في 2014 قسمو عدد السكان في 2004 وتنديرو ايغال بويسونس 6 في الكالكولاتريس ولا غير في البورتابل اللي راه فيهم وتنديرو الناتج ديال هادي 0.1 تنديرو ايغال تنديرو موانز 1 ومن بعد تنضربو في فيما بعد لان الطوق موين انيولا تبغي تنضربوه في مئة في مدى وهذه هي النسبة اللي استعملتوها وترجعوا للمديرية الصينية تخطيط نتائج ديال الإحصاء ديال السكان والسكنة وتعطيكم نفس الشيء. إن في عدد السنوات؟ نعم. إن هو عدد السنوات. هذا هي عدد السنوات ما بين 2014 و 2004 هي واحدة على 10 هي تنظر تحت 0.1 هذه نسيت باش ندير واحد ديال الرموز المتناسبة راه كاين طريقتين كاين الطريقة البيانية الرموز المتناسبة كاين الطريقة البيانية الطريقة الإحصائية الطريقة الإحصائية هي اللي درنا قبيلة إر بريم تيكال إر راسين كارو دي بتيتان سو راسين كارو دي بونتان ولا الطريقة الميبيانية اللي تنديرو فيها لافاك كاين واحد الاداء سميتو لافاك طبعا كحل صعيب وكاين لافاك ديال الدولي غادي نديرو هاد الشي كيما قلت لكم غادي نتعطلو شي شوية ثم غير شي غير المسموح يمكن نستعملوا السياره ولا الطائره بالنسبه للجيسيد وكارتوغرافي ما بين التناسب ما بين الحجم ديال السياره مثلا والاعداد مثلا المصنعه في واحد المنطقه معينه ولا في واحد المدينه معينه لكن من الاحسن في الخرائط الاكاديميه تجيب استعمال هذا النوع ديال الرموز اما دائره نصف دائره مربع ومدة صافي انا هناك معادله اخرى يبغي دير نفس المساحه كيما ماشي مهم بالنسبه لي يمكن تاخذ الدرع هو الشعاع لانه تستعمل واحد فيهم اذا مهم هو يكون تناسب معالجه المعادلات الاحصائيه الاخرى اللي هي تصنيف وهذا اساسي تصنيف فيه مشكل بخصوص عندما نستعمل الحاسوب التصنيف هي كيفية الحصول على أو كيفية حل مشكلتين أساسيتين عندما نقول التصنيف نقول خصنا نجدو الحل جوج المشاكل المشكلة الأولى والعنصر الأول هو عدد الفئات والمشكل الثاني حدود الفئات عندنا سلسلة إحصائية معينة وبالتالي خصنا نروحو السؤال
حاجه اللي فيها غادي غادي نجيب لان انا قلت لك واحد النوع ديال بعض المرات تلقى معطيات قليله تلقى دار في 100,000 فئه، وبعض المرات تلقى معطيات كثيره ومتغير متغير احصائي طويل بزاف وسلسله احصائيه طويله تلقى فيها 3 و4 ديال المعطيات، وهذا غير مقبول من ناحيه الكارتوغرافيه. اذا تصنيف طرح جوج ديال المشاكل، وعندنا جوج ديال الطرق الى بغينا نديرو نحلو المشكل. عندنا ما يسمى بالطريقه الميديانيه، وعندنا طرق ديال هذه لي جوسيل دو كارتوغرافي. هذا مزيان وعندو ايجابيات وعندو سلبيات، والاخرى عندو ايجابيات وعندو سلبيات. الايجابيه بالخصوص ديال الطريقه البيانيه الميديانيه هو ان تتوجد الحل لهذه المشكلات. انت دير اما نعطي امثله، انا المفروض في الحقيقه نجيب هذا هو الزعوم، ولكن غادي نخلط واحد التبي وغادي ما بكري. مثلا الكثافه السكانيه حسب العملات والاقاليم، وبغيت نشوف شحال ديال الاقليم غادي شحال ديال الفئات غادي ندير. اذا خصني اولا نرتبهم من الاصغر الى الاكبر، ما يمكنش نخليهم غير طابغين، سينو الا خليتهم مثلا عميده شي طلع شي هاد شي هذا ما يعطيك حتى حاجه. اذا ضروره ترتيب من الاصغر الى الاكبر، ومن بعد نقولهم مثلا في الاعمده، ومن بعد تيبان لنا من خلال هذه الاعمده اللي عندنا يبان لنا الدرجات. مثلا نفترضوا هذا هو الرسم البيبياني، يمكن نديرو في ورق المتر كما نديرو في الاكسالا، يمكن ناخذو كرو دوني سي بلو رابيد نمشيو للاكسالا ونديرو تيعطينا الرسم بسرعه. اذا مثلا عندنا هكذا هذه الكثافه السكانيه، ثم جو في شيماتيزي شي شويه، عندنا هكذا ثم عندنا هكذا، ماشي دائما ليديا بحال هذا الشكل، ثم عندنا مثلا واحد غادا وهذه مازال الفوق. اذا عندنا ها الفئه الاولى، ها الفئه الثانيه، ها الفئه الثالثه، ها الفئه الرابعه، باين واضح. وحتى الحدود ديال الفئات تبعت الحال تنخرجهم من هنا، مثلا صفر 50 100 نسمة في الكيلومتر المربع الى اخره. اذا ها الفئه الاولى فيها 1 2 3 4 5، وهذه تتمشي مثلا حتى 50. غادي نشوفوا اذا الشكل ديال كتابة الفئات، ثم من 50 مثلا حتى 150، ثم 150 حتى 400 الى اخره. اذا انت تحل لنا جوج المشاكل في نفس الوقت، العدد ديال الفئات والحدود ديال الفئات. كما انه ممكن نستعملوا بزاف ديال ماشي غير الاعمده، ممكن نستعملوا المنحنى. المنحنى اذا كانت عندنا سلسله احصائيه قصيره يمكن نستعمل المنحنى مباشره، ولكن إذا عندنا واحد السلسلة إحصائية طويلة بزاف فيها 100 ولا 200 ولا 300 ولا 400، خصنا نديرو الفرز أولي، تكون واحد النوع ديال واحد الجدول، تنديرو الفرز أولي، وتنحصلو على التعداد التراكمي، كاين لا فريكونس سامبل لا فريكونس كومولا، أبارتي دو لا فريكونس كومولا تندير واحد المنحنى، والمنحنى تنطلقو على ديك الدرجات إلى آخره، وبالتالي تتبان لنا أيضا عدد الفئات وحدود. حدود الفئات، كما انه يمكن انه اذا عندنا ثلاث متغيرات في نفس الوقت، مثلا عندنا عدد نسبة الشباب ونسبة الكهول ونسبة الشيوخ، او عندنا مثلا الدول الافريقية حسب القطاعات الاقتصادية ونسبة العاملين في القطاعات الاقتصادية الثلاثة، رغم انه تستعمل بزاف ولكن غير كمثال، القطاع الاول، القطاع الثاني، القطاع الثالث. وبالتالي كيفاش يمكن نظركم نحصلوا على الفئات انطلاقا من هذا؟ يعني كل دوله عندها نسبه السكان المشتغلين في القطاع الاول، نسبه السكان المشتغلين في القطاع الثاني، نسبه السكان المشتغلين في القطاع الثالث. وهذا ما كاينش في الجسم اللي غادي نديرها نهائيا، اما كونيس مصر ما عمرش كان شي جسم يمكن لي يدير. يمكن تكون عندكم هذه، كيفاش يمكن لكم تحصلوا على 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 الفئات؟ كل دول العالم والدول غير افريقيا، وبالتالي عطاكم نسبة السكان النشيطين في القطاع الأول، القطاع الثاني، والقطاع الثالث، راه كاين إحصائيات، تدخل غير الأمم المتحدة موجودة، وبالتالي غتكونوا مضطرين أنكم تقسموا هذا المجال إلى فئات، ما غاديش كل
كل دولة غتعطيوها لون، تقول هذا الكذوب عين لون، شنو غدير؟ هنا حنا غير نتغير، وماشي أنه كل دولة غادي نمثلوها مثلا الجزائر مقسمة ثلاثة ديال هذا، هذا القطاع الأول، هذا القطاع الثاني، هذا القطاع الثالث، ماشي هو المطلوب، المطلوب أن خصنا نحصل على الفئة، شكون هي الدول التي يغلب فيها الفلاحة، والدول اللي فيها الصناعة، والدول اللي فيها القطاع الثالث، نظركم شنو يمكن نستعملوها؟ شحال؟ تلت ساعة؟ واحد الرسم بياني عنده ثلاثة ديال المداخل، إذا مثلث متساوي الأضلاع، عندنا 0.100 هذا القطاع الأول، عندنا 0.100 القطاع الثاني، عندنا 0.100 القطاع الثالث، 50% خصنا كل هذا نديرو نقسموه 10%، وبالتالي مثلا ناخذ واحد إثيوبيا ولا زيمبابوي ولا شي حاجة عندهم الغالبة ديال السكان يشتغلون في القطاع الفلاحي، إذا مثلا عندهم 90% 90 هي هذه، إذا غادي نرسم واحد الخط غير غادي نحيدو فيما بعد موازي الخط ديال القاعدة ديال المثلث، ثم عندهم مثلا 5% في القطاع الصناعي القطاع الثاني، وبالتالي ها 5 تنشوفو هنا تنحسبو 5 من هاد الجهة، وبالتالي القطاع الثالث غادي نلقاو غادي يكون هو هذا، غادي نتلاقاو هذه النقطة وهي تتهنا غادي مثلا إثيوبيا ولا نديرو الرقم ولا شي حاجة، في الأخر شنو باش نسربي، كنلقاو الدول المتخلفة اللي تعتمدو على الزراعة بالدرجة الأولى، لأن عدد ونسبة السكان المشتغلين في القطاع الأول كثير بزاف، غادي نلقاوهم هنا، دول اللي نسبيا في طريق يمكن نسموهم في طريق النمو، غادي نلقاوهم هنا. ثم الولايات المتحدة ألمانيا إلى آخره غادي نلقاوهم هنا، إذا تنقلبوا على دي نيويورك جو بوان، وبالتالي ها تصنيف ها المجموعة الأولى ها الثانية ها الثالثة إلى آخره. اسمحوا لي نخرج شي شوية، الطريقة ديال لوجيسيال دو كارتوغرافي، لوجيسيال دو كارتوغرافي بيان سور كنبداو بلا ديجيتاليزاسيون كندخلو المعطيات الإحصائية ديالها. لا ما كونيسونس، باش دائما الباحث يكون متواضع، أنا ما كونيسونس ما عمرني شفتو. لا المطبخ ولا الاركجيس ما عمرني شفتو. اي كتشجع قلت لك. إذا كان شي لوجيسيال. داكشي علاش الجانب النظري ديال الكارتوغرافي خاص واحد يتسلى به. يعني هنا تستعمل الوجيه في هذا الشيء كاين مثلا لكم دو كونسلتاسيون، حسب ما غاديش يكون عندنا. دابا الرمز هو اللي تيتحكم. كيفاش دابا خلينا انت مثلتي لنا بالرموز المساحيه. هنا في هذا المثال. لا هذاك راه هذاك المثلث غير وسيله للحصول على الفئات، ومن بعد هذاك ما عندنا ما نديرو به. هذا لون الحصول. هذا ما نديرو به. التفيل. غادي نحصلو غير على الفئات وتنمشي بصفة عامة. الفئات الكارتوغرافي تيقولو خص يكونو ما بين 3 و 4 و 7 و 8، إذا قلنا نستعملو الألوان. لأنه الألوان تكون سهلت الإدراك ديالها. ما بين 3 و 4 و 7 و 8. الفئات إذا استعملنا الألوان، وما بين 3 و 4 إلى 5 و 6 إذا استعملنا الرموز المساحية، لأن الرموز المساحية صعوبة إدراكها وتنقلها، هذا هو الكارتوغرافيون تيقولوا العدد ديال الفئات ما بين 3 و 4 إلى 7 و 8 الفئات
الالوان اذا استعملنا الالوان اذا استعملنا الرموز 3 4 الى 5 6 الرموز المساعده. علاش 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 الكارتوغرافي عامه تحددوها في هذا العدد؟ راه ماشي معناها انه خصنا غير مثلا درنا واحد الخريطه ديال استغلال التربه لوكيباسيون دو السول غادي نلقاو بزاف ماشي غادي نلقاو بعض نلقاو حتى شي انا كاين المجال المبني كاين المجال غير المبني كاين بزاف ديال كاين بعض الخدمات كاين الى اخره ولكن ما كان ناخذوا كثافه السكانيه ما كان ما خصناش نتوجهوا سبحان الله علاش هذا الهاجس عند الكارتوغرافي اللي تيحصرها في واحد العدد معين لانه باش نسهلوا على القارئ ادراك او استيعاب عفوا المفتاح ومعنى الرموز او الالوان الموجوده فيه ثم التنقل الى الخريطه ومحاوله استنتاج ما يمكن استنتاجه منها ما يديرش ذاك لو فاي فيان ذاك التراقص ما بين المفتاح وما بين الخريطه الا درتي بزاف كل مره غادي يجي شنو غادي يديرو باش تنقلب وكنجي الخريطه غادي تنقلب عليه بينما الا درتي العدد قريب يمكن الاستيعاب ديال الالوان والمعنى ديالها وتتمشي للخريطه بعد 15 20 ثانيه وتتمشي للخريطه كتشوف شنو يمكن لك تخرج من الخريطه ديال بالاجماع ديال الكارتوغرافي تيقولوا عاد الاستيعاب كيفاش يتجاوز شنو غير عن طريق الدراسه تبين ان الانسان صعيب عليه يستوعب اكثر من السبعه ديال الالوان ثم اذا مشينا للجلسه ديال الكارتوغرافي عاد نذكرني في الشكل مشينا للجلسه ديال الكارتوغرافي للجلسه ديال الكارتوغرافي مابون فوا خليت الى اخره نشير مابون فوا ما سهل مابون فوا دي ديجيتاليزاسيون تدير تخلو لا باز دوني تمشيو شو تاع تكون لا بروميير تمشيو كارت على ليستيماتي لا بروميير تاع اللي تخرج لكم في سبعه ديال الاختيارات عندكم الى قد لي كلاس عاوني للسين فيه شي وحده فيها الاعمده شي وحده فيها سميتو لي بوان فيها شي وحده فيها المهم سبعه ديال الاختيارات هادوك التقنيين شنو تيديرو تيدير مثلا بغا يدير الكثافه السكانيه يمشي نابورت كي هادو تيدير ليه لانه ما عرفش شنو غادي يختار اذا تيمشي لانه ما عندك لو باكاج كارتوغرافيك لازم يؤهله الى حسن الاختيار لا يتوفر عليه اذا يديروا كيف تيدير شعر تيخرج ليه حتى نقول الكثافه السكانيه تيمشي سميتو السامبول يعني الرموز المتناسبه تتخرج ليه ولكن غير صحيحه ومعروف في الكارتوغرافيا ان الى عندنا متغيرات كمية ومتغير كمي ما خصكمش نهائيا تفكروا في شي حاجة إلا الرموز المناسبة عندكم متغير كمي تفكروا في الرموز المناسبة عدد السكان على الأرقام الأخيرة ما عدا الكثافة السكانية عندكم العلاقة ما بين عدد السكان وفي المساحة ثم المؤشرات في الالف نسبة الوفيات نسبة الزيادات نسبة التزايد في السنوات كل ما هو مؤشر خصنا نفكروا في ما هو مساحي ما نفكروش في الرموز المتناسبة إذا كانت عندنا ظاهرة كمية نفكروا في الرموز المتناسبة ما عدا الكثافة السكانية والمؤشرات خصنا نفكروا في ما هو مساحي وهذا معروف عند الكارتوغراف ولكن اللي ما تيعرفش تيمشي يدير مثلا ما هو خصو يدير ليه رمز مساحي ولا لون كيدير ليه رمز متناسب وما هو خصو يدير ليه رمز متناسب كيدير ليه رمز مساحي مثلا عدد السكان بزاف ديال هذا تلقى الوان تستعمل الالوان غير 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 مفيد نهائيا غير مقبول رموز متناسبه ما نتردوش ثم ايضا تلقى لنا بالنسبه لهذه شيء اخر دابا غادي يزربوني في هاد الساعة فيما يخص أيضا فيما يخص أيضا ما طرفو كما قلنا تيعطيك واحد هذا إذا غادي ندير الكثافة السكانية غادي نمشي فين مثلا عندنا
خريطه ديال الاقاليم ديال المغرب، العمالات الاقاليم ديال المغرب، وعندنا واحد المجموعه ديال المطريات وعندنا كثافه سكانيه. اشنو اللي غادي نختاروا في هذه؟ كيفاش غادي نبدلوها؟ كثافه السكان كيفاش غادي نبدلوها؟ فئات. علاش؟ لانه هناك علاقه ما بين عدد السكان وما بين المساحه، ما نفكروش نهائيا في الرموز المتناسبه. نديرو ما هو المساحه، شكون يكون الرموز المساحيه، شكون يكون، وهنا خصنا نديرو الفئات. انا غادي يكون عندنا بزاف ديال هذه، خصنا نديرو التفيه. والتفيه شنو معنى في التفيه؟ هو انه ايضا تيخصنا نحرصوا على ان يكون التفيه ماشي اعتباطي او عشوائي. تيخص يراعي بعض القواعد تحت. كل واحد هو منسجم ومتقارب حيت تحت واحد السله من حيث الكاليبر. نفس الشيء بالنسبه لنديرو كذا ولا نديرو واحد النوع ديال التصريف، خصنا نشوفوا شنو هي الظاهره اللي هي متقاربه، نديروهم في نفس المجموعه اللي هي الغايه والفكره ديال هذا. الا ما درناش هكذا غادي نفقدوا ما نريد ان نعبر عنه، يعني الخصائص الاساسيه لديك السلسله الاحصائيه سنفقدها اذا لم نعتمد على طريقه مناسبه وملائمه. اذا نرجعوا للمطلوب، عندنا بزاف ديال، عندنا ريبارتيسيون كليماتيك، عندنا المتونه الهندسيه، عندنا الكارتي بيرويان لونكوتي ديكال، عندنا لي كونتيل، عندنا بزاف ديال القواعد باش نحصلوا على عدد الفئات. نختاروهم لان تعطيك كادر بار ديفو، تختار شحال ما يجيبوش خمسه ولا سته على حسب السلسله الاحصائيه. الحدود تاعته هنا اوتوماتيكيا، لان عندك لا باز دوني فيها كثافه سكانيه. ولكن المشكل شنو هي الطريقه؟ باش غادي لي كونتي لا ريبارتيسيون اوتوماتيك لونكوتي دي كارت الموحد المتساوي لي كارت بيجامو، شنو غادير؟ هنا إذا كانت، وهنا أيضا تجربة أو الجانب النظري ديال الكارتوغرافيا. إذا عندك السلسلة الإحصائية متناثرة أو جد متناثرة، يعني ديسيميتريك ولا تخي ديسيميتريك، حتى وحده من هذا المصلح وجربوها. للاسف ما جبتو لنا تقول لنا هذا، ولكن حتى وحده ما تصلحش. علاش؟ تلقى عندك واحد ديك الدوس ديال عدد الاقاليم في واحد مجموعه ولا جوج، وبعد الفئه تلقى فيها صفر ولا تلقى فيها واحد ولا جوج. هذا شنو تيعطيك شنو هي النتيجه؟ هو انت تلقى واحد لون ولا جوج تتبع مع الخريطه كلها وما تعطيك حتى حاجه. اذا عندما تكون عندنا السلسله الاحصائيه متناثره، يجب تحاشي استعمال ونضطر استعمال هذا لي فورمول اللي كاينين وهاد الطرق اللي كاين، ونضطر الى العوده الى الطريقه الكلاسيكيه اليدويه اللي هي يمكن نرجعوا الى بلاش كاع نرجعوا للرقم المتري. ما غاديش نديروا نوتيك وهذا، غادي نمشيو حتى زين بيا، يمكن نمشيو لكساب، يمكن نمشيو لكساب باش نحصلوا على عاد نرجعوا للمشكل. لوجيسيال راه داير لك انترفال مانويل في ماكرون فو ولا فاركجيس ولا زوطخ لوجيسيال، راه في الاخر تعطيك هاد الدور كاملين في الاخر داير لك انترفال مانويل، يعني انت تتحكم فيه ماشي هو تتحكم فيه. انت غادي نقول لهم انا بغيت خمسه ولا سته ديال الفئات حتى الاخرين، هذه ماشي مشكل تتحكم فيها، ولكن في